أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في سلسلة من الحلقات راح نتكلم فيها عن الرياضة في شهر رمضان المبارك. وفي حلقة اليوم راح نركز على فوائد الرياضة خلال شهر رمضان المبارك. ضمن الفوائد التي تندرج تحت ما قبل الإفطار تنشيط الدورة الدموية وتخليص الجسم من السموم المتراكمة، إضافة إلى الفوائد التي تأتي ما بعد فوائد الرياضة التي تأتي ما بعد الإفطار، زيادة أو رفع كفاءة الجسم في هضم الطعام، ومما يتيح إلى الجسم إلى امتصاص الجسم وإعادة الطاقة لأعضاء الجسم، إضافة إلى رفع اللياقة البدنية للشخص. وضمن الفوائد بشكل عام للرياضة أن تكسب الإنسان المناعة أو ترفع الجهاز المناعي للجسم لمقاومة بعض الأمراض، إضافة إلى الحفاظ على وزن الجسم المثالي، ويكون الجسم نشط وحيوي، إضافة إلى أن الجسم يتحمل ساعات طويلة بحكم شهر رمضان يأتي في فصل الصيف. حلقة اليوم ركزنا فيها على فوائد الرياضة بشكل عام ومختصر، وأتمنى الاستفادة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقات أخرى قادمة بإذن الله.